الدستور في المادة 89 ينص على أن عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب كلاهما يمثل الشعب تمثيل حقيقي ولا سلطان عليه إلا ضميره، وبالتالي هما متساويين في تمثيل الشعب. ولو أن هناك في اختلاف في وجودهم في المجلس باعتبار أن أعضاء مجلس النواب يأتون إلى المجلس بالانتخاب الحر المباشر، بينما أعضاء مجلس الشورى يعينون بمرسوم ملكي نتيجة لخبرتهم وما أسدوه للوطن. فكما ذكر الأخ الشيخ عادل، الأساس في عمل المجلسين متساوي، إنما الاختلاف فصله الدستور. مجلس الشورى يحكم ضميره وعلمه فيما يتعلق بالقوانين المحالة إليه سواء من الحكومة أو مجلس الشورى، ينظر إلى المصلحة العامة كما ينظر إليها أيضا مجلس النواب. هناك اختلاف في الرؤى بين المجلسين، وفي نهاية الأمر ما يحدث هو لمصلحة الوطن بشكل نهائي. وجود مجلسين هذه إشكالية موجودة من فترة طويلة، لكن لو أنت تلاحظ كل الديمقراطيات العريقة في العالم فيها مجلسين. كل الدول الأوروبية اللي بدأت بقرون الديمقراطية مثل بريطانيا فرنسا كلهم ألمانيا وغيرهم، حتى نظام المجلسين هو نظام المجلسين الغرض منه حماية للتشريع، حتى يكون التشريع ينظر بأكثر من عين، يأتي في النهاية ممحص من كل الجهات. إذا أخطأ مجلس في قراءته الأولى يأتي المجلس الثاني ويراجعها ويصحح الأخطاء ويرجع للمجلس الآخر، ففي النهاية يكون عندنا منتج سليم 100% ما عنده مشكلة. لما أعطيك هذا المثال مهم جدا، عندما يأتي لنا تقرير أو متعلق بمشروع قانون مجلس النواب وفي آراء الجهات الحكومية وغير الحكومية، إحنا نجري عليه تعديلات من خلال اللجنة. هذه التعديلات نرجع نأخذ فيها رأي الجهات أحيانا كثيرة، والله يشهد على كلامي إن إحنا نقول لا نريد أن نختلف مع مجلس النواب في أمور جانبية أو أمور هامشية أو أمور فرعية، دعنا نمر القانون. أحيانا هذا الكلام حتى يذكر في الجلسة، نقول إحنا خلي نمشي مع النواب لأن هذه التعديلات اللي يريدها المجلس ليست مهمة إلى درجة أن نعطل. فبالعكس نفس مجلس الشورى هو في سرعة إنجاز المهمات والمشاريع ولا عنده هذه النظرة نهائيا. كثير من المشاريع يقترحها مجلس الشورى تذهب إلى مجلس النواب يرفضها، وإحنا في مجلس النواب من جهة أخرى لا نفرق بين المشاريع، لا نعتقد أن هذا المشروع مهم وهذاك المشروع مو مهم.